لو بنحب ندخل المانجا في وصفات مش هنلاقي احلى من الوصفة دي. السلام عليكم ورحمة الله، معكم امل حسن، قناة اوبن بوفيه. هنعمل تشيز كيك المانجا، والفيديو بتاعنا النهاردة يعتبر وصفتين في وصفة واحدة. كل المكونات اللي هنستخدمها مكونات طبيعية. هتشوفوا قد ايه الوصفة بسيطة جدا وسلسة قوي. بس بحب افكركم في البداية، لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتابعوا معايا لنهاية الفيديو، ويلا بينا نبدأ. اول طبقه هعملها هي القاعده بتاعه البسكوت، وهستخدم هنا 300 جرام من اي نوع بسكوت بتفضليه. بضيف له تلت كوبايه زبده سايحه، بضربه في الكبه او الفود بروسيسور، وممكن بالايد كمان، مش محتاج برضو ان هو يتعمل في الكبه، عادي سهل جدا. بستخدم صينيه الحجم اللي انت عايزاه، انا مش عايزه ارتفاع التشيز كيك يبقى كبير قوي، علشان طبعا بيبقى فيه كميه دسم عاليه، فانا عايزه الحجم زي ما هوريه لكم في النهايه كده، الحجم بتاعه يبقى متوسط. فاستخدمت صينيه مقاس 25، لكن لو انتوا بتحبوا ارتفاعها يبقى عالي ممكن تستخدموا صينيه اصغر من كده، يعني معاكي مثلا 22 هتبقى كويسه، وهيبقى ارتفاعها برضو معقول يعني. فبضغط كويس جدا، ممكن بكوبايه، ممكن بطبق مثلا، اي حاجه عندك اضغطي طبقه البسكوت دي كويس قوي علشان لما نيجي نقطعها ما تفرولش مننا. وبعدين هدخلها في فرن هادي لمده 10 دقائق، ودي خطوه اختياريه بس بتدي تحميصه جميله كده وطعم حلو لطبقه البسكوت. مش عايزه تعمليها مش مشكله. نيجي بقى لطبقه البيوريه اللي احنا هنستخدمه في الطبقه الثانيه وهنستخدمه في التوبينج. بجيب مانجا اي نوع بتفضليه، انا هنا استخدمت صديقه، وهستخدم معاها فونص علشان اللون بتاعها كان فاتح شويه، فاستخدمت فونص. ممكن تدعمي اللون بنقطتين لون غذائي اورنج، بيدي لون برضو حلو. بنقطع المانجا بالشكل ده، وبناخد الجزء الداخلي ده وبنضربه في الكبه من غير ما نضيف له اي ميه خالص. وده هو بيوريه المانجا اللي احنا بنستخدمه في الحلويات، استخدمناه قبل كده في كيك المانجا، شوفوه كان تحفه برضو وسهل قوي في الخلاط سريع. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بنطلع طبعا الاجزاء، ما نرميش اي حاجه. المانجا اللي انا استخدمتها دي صديقه، الفونس كمان بتدي نكهتها، بتبقى قويه قوي، بتدي طعم حلو جدا في الحلويات. ممكن تستخدمي زبديه، في كل الاحوال احنا هنصفيها، فمش فارق ابدا نوع المانجا، الا بس ان احنا بنبقى عايزين طعم يكون قوي، مانجا يكون طعمها قوي وريحتها قويه علشان تدي طعم للتشيز كيك. اضربيهم بقى في الخلاط او بالهاند بلندر، دي اللي هي الفونس اللي شايفين لونها اورنج شويه ازاي، والزبديه برضو في منها انواع بتبقى لونها اورنج زي كده. ابدا بقى اصفيها علشان الخليط معايا في النهايه يبقى ناعم، ان انا هستخدمها في التوبينج، وعايزه التوبينج معايا يبقى ناعم لان احنا هنعمله زي طبقه الجيلي كده. واحنا محتاجين من البيوريه ده 2.5 كوباية، يعني حوالي كيلو مانجا نعمله هيطلع معانا الكميه دي. بصوا بقى كل الحاجات دي احنا تخلصنا منها، فبالتالي طلع معانا الخليط ناعم جدا. تعالوا بقى نكمل الطبقه الثانيه. معايا 3 معالق كبار من الجيلاتين، بضيف لهم 3/4 كوباية ميه بارده، وبقلبهم كويس قوي علشان افك اي كلكعه في الجيلاتين، وبسيبهم على جنب لغايه ما اتاكد ان الجيلاتين عمل طبقه هلاميه كده. هوري لكم بقى هنعمل فيها ايه، بس نسيبه شويه على جنب ونجهز الجبنه. معايا جبنه كريمي 300 جرام من الجبنه الكريمي، بضيف لهم علبه زبادي 105 جرام، وطبعا معلقه صغيره فانيليا، والسكر ما هضيف سكر بودره حوالي 10 معالق كبار من السكر البودره، ما تقلقوش الكميه مظبوطه جدا، خاصه ان احنا هنستخدم كريمه بعد كده هتكون خاليه من السكر، فكميه السكر كده مظبوطه. لو عايزين تقللوا السكر اكتر من كده فبراحتكم برضو ممكن تقللوا، لكن هو بالنسبه لي كان مظبوط كده كميه السكر. ضفت بقى مع كوبايه 250 مللي من بيوريه المانجا اللي احنا حضرناه. بصوا الجيلاتين عمل ازاي معايا، طبقه كده بقى هلامي مش هينفع نضيفه وهو في الوضع ده، فبحطه في حمام بخار او تحطيه في ميه مغليه كده بعيد عن النار لغايه ما يبقى معايا سايل بالشكل ده. ابدا اضيف له معلقتين كبار من الخليط واقلبه علشان يتوزع كويس معايا، لما اجي اوزعه يتوزع معايا كويس. على فكره الجيلاتين الايام دي بقى كويس جدا، تقريبا كده ان هو بيستخلص من نبات، لان ريحته غير زمان. لو حد ملاحظ الموضوع ده، ان الجيلاتين زمان كانت ريحته بتبقى صعبه قوي، دلوقتي الجيلاتين ريحته كويسه جدا، فغالبا ان هو يعني بقى مصادره نباتيه شويه. معايا هنا بقى كريمه لباني 3/4 كوبايه كريمه،
بضربها شوية، وبعدين برجع اضرب بقى الخليط ده واضربها مع الخليط اللي احنا جهزناه ده كله مع بعضه. لو حابين تزودوا شوية من السكر عشان الكريمة ان هي خالية من السكر، ممكن تزودوا نص معلقة سكر بودرة، انتوا بتحبوا الحاجة يعني مسكرة. شايفين بقى طبقة البسكوت بعد ما دخلت الفرن خدت تحميصة حلوة ازاي، بتدي بقى تماسك وبتدي ريحة جميلة جدا للتشيز كيك. بنزل بالطبقة دي الخليط اللي احنا حطيناه ده وبدخلها التلاجة حوالي ساعة او لحد ما تجمد، وابدأ بقى اجهز التوبينج بتاعها. وده يعتبر معايا الوصفة التانية، عبارة عن معلقتين كبار جيلاتين بضيف لهم نص كوباية مية باردة، وبتعامل معاه نفس اللي احنا عملناه مع الجيلاتين اللي فات، يعني برضو بحطه في حمام مية علشان يدوب معايا. ومعايا هنا بقى كوباية ونص من بيوريه المانجا، ضفت لها معلقتين كبار سكر، وبعد ما سيحت الجيلاتين ضفته. وممكن بقى تعملوا جيلي المانجا بنفس الطريقة دي، عشان كده قلت لكم وصفتين في وصفة واحدة. الخليط اللي فات معايا جمد، ببدأ انزل بالجيلي بتاعي بتاع المانجا ده، جيلي طبيعي طعمه رهيب، طعمه حلو جدا. مهما اشتريتي اي جيلي من بره عمره ما بيدي طعم المانجا الطبيعي ابدا، فجربوا تعملوا جيلي المانجا كده في البيت. حتى لو مش هتعملي التشيز كيك ممكن تعملي طبقة الجيلي المانجا. ولو خدنا بالنا بقى احنا نزلناها على سباتيولا علشان ما تعملش حفرة في طبقة التشيز. بفوطة دفيتها في مية، حطيتها في مية دافية ومشيت بيها كده على الصينية من بره علشان تفك معايا بسهولة. وممكن كمان تفصلي بسباتيولا او بسكين كده رفيع علشان وانتي بتعمليها ما تتبهدلش لما تفتحيها، ما تتبهدلش طبقة الجيلي معانا. طبعا حطيناها برضو على بولة من تحت لو خدنا بالنا، عشان برضو انزل الاطار بتاع الصينية بسهولة. بزينها لو حبيتي بأي حاجة موجودة عندك، أو حتى كمان لو مش حابة تزينيها مش مشكلة، وممكن تتعمل في بولات صغيرة عشان تبقى سهلة التقديم، أو تتعمل في صواني أصغر في أكتر من صينية. يعني حلوة جدا، مناسبة قوي للأيام اللي احنا فيها دي الحر، مع كمان وجود المانجا وبسعرها متوفر، سعرها معقول جدا، فممكن احنا نجربها. طبقة التشيز نفسها ينفع تستخدمي معاها اي توبينج مع استبدال العصير، يعني عصير المانجا ممكن نستبدله بعصير فراولة ونعمل توبينج فراولة. فالوصفة شاملة لانواع كتير من التشيز كيك، ممكن نعملها بنفس الطريقة يعني ونغير براحتنا. وطبقة الجيلي تتعمل لوحدها، للاطفال بيحبوها جدا، جيلي طبيعي جميل جدا. جربوا الوصفة دي، ما تنسوش بقى تكتبولي في التعليقات رأيكم في الوصفات كلها، وياريت كمان تتابعوا صفحة الفيسبوك بنزل عليها حاجات كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.